صلاح برضو على قد ما الناس كلها بتبقى بتحاول توصل له ان هي سعيده بيه جدا وطايره بيه، لكن في ناس من جوه بتبقى مستقطره عليه النجاح. ناس مسؤوله ولا جمهور؟ لا انا بتكلم عن الجمهور بيبقى سعيد، لكن ناس مسؤوله ممكن تكون عندها من جواها انها سواد، يعني عندهم سواد وعندهم جهل. ازاي يا كابتن؟ جهل في التعامل. جهل، اصل دي احترافيه. ايوه، المحترف ده لازم يتوفر له كل شيء، وبعدين لازم تسمع منه لانه أيوة. عنده الجديد، عنده تجارب، عنده الجديد وعنده الحديث، فلما تقعد تسمع وتربع تسمعه. أيوة. يعني هو لاعب لكن مش صاحب قرار. هو لاعب لكن مش صاحب قرار، لكن اسمع منه واخد المفيد واطبقه وريحه نفسيا. لا اريحه نفسيا، وهو ساعات هيقول حاجات خاصه بمعسكر موجود، بمعسكر مثلا، بتدريبات، بملاعب، باجواء، بلعيبه معينه، في مشكلتين هنا او في حاجات معينه لازم تتعالج. صلاح عليه دور كبير جدا. صلاح شفناه في الماتش بتاع كونغو دوت، على فكره من اروع اللقطات اللي انا شفتها في حياتي. بعد هدف التعادل بتاع كونغو ده شفت قد ايه صلاح بيموت على مصر وبيحب مصر قد ايه. ايوه، في لحظه السقوط وانه يقوم ويستنفر زملائه. بارع جدا المخرج اللي جاب اللقطه دي، ده عالمي. وكانت في كاميرا مخصصة لصلاح. لكن انا بقولك على ان محمد صلاح كان مخرج برتغالي في المباراة دي. لما رجع محمد صلاح قد ايه، انت كل شوية يا استاذ ابو المعاطي انت شايف قد ايه التألق، انه بيحرز اهداف، بيحرز هدف، هو ساديو ماني، وبعدين تحس انه سعيد. هو استاذ ابو المعاطي في ليفربول صلاح اتفضل في الملعب بس مفكرش غير في المستطيل الاخضر بس. كل السبل مهيئة له ان هو مفكرش غير في الملعب بس. أيوه. ما عندوش مشاكل بره. الفترة بتاعت المنتخب كاس العالم كان في مشاكل كتير قوي برضه، زي موضوع السبونسر بتاعه، الاعلانات، زي موضوع العشاء او الغداء، كان عشاء كان فطار، لا اتعملت عليه مشكله لما راح ايه، كانت دوله ايه اللي راح شيشيه. لا كان في مشكله، هو عمل تويت على الموضوع دوت. الحاجات دي لا برضه بتاخد من تركيز اللعيب. هل مهم يا كابتن ان يبقى في حوار زي ما بقول كابتن عصام بين النجم السوبر اللي في الفرقة والمدير الفني؟ يعني كبروا كده يحسسوا ان هو بيتشاور او بيتشارك معاه ويسمعه قوي لكنه ليس صاحب قرار زي ما قال كابتن عصام؟ بتبقى طبعا يعني ما حدش ينكر كده. هل ده حسن عبد ربه كده في الفرقة؟ بنسبة حسن عبد ربه كده في الفرقة الاسماعيلي دلوقتي؟ المفروض. انت مش متواصل معاهم؟ لا مش متواصل مع الجهاز الفني، ما اعرفش الجهاز الفني بيتعامل معاه ازاي. لكن المفروض يبقى كده، المفروض يبقى في ناس في الفرقة بيتاخد رأيهم كجزء، كأنهم مدربين معهم في الجهاز. من ضمنهم الناس اللي حضرتك ذكرتهم، محمد صلاح في المنتخب، حسني عبد ربه في الإسماعيلي، حسام غالي لما كان في الأهلي. كان المفروض الناس دي تبقى زي ما قال كابتن عصام، مش هيبقوا صحاب قرار لكن يتاخد رأيهم، يتاخد بيه أو ما ياخدش بيه أو ياخد بيه المدير الفني. دي حرية شخصية. طب معنا تقرير كده عن ظواهر الدوري، نشوفه ونرجع نكمل كلامنا على الدوري إن شاء الله.